يمتلئ عن آخره. والكلام إن في 24 كاميرا هتنقل هذه المباراة، والكلام طبعا الكاميرا السبايدر والطايرة والنازلة والنايمة والحكاية والرواية، يعني هنشوف. بس المهم كل ده واللعيبة تبقى قايمة مش نايم، يعني عايزين كل حاجة تبقى جميلة إن شاء الله على أرض الملعب، ونشوف ماتش حلو بجد. وأنا متوقع إن هنشوف ماتش قوي جدا جدا جدا. وزي ما قلنا قبل كده إن الزمالك بيغيب عنه أهم لاعب، وهو طبعا الونش اللي في خلال ساعات قليلة هيسافر إلى ألمانيا إن شاء الله عشان يعمل جراحة. مليون سلامة طبعا عليك يا ونش، ووتر الركبة الخلفي. وزي ما أنا قلت قبل كده إن الموسم ده بالنسبة لونش انتهى، خسارة كبيرة جدا للزمالك، ومن قبله المنتخب مصر هو أفضل قلب دفاع في مصر على الإطلاق، هيغيب عن الزمالك كمان، هيغيب عن الأهلي. من وجهة نظري أفضل لاعب أيضا في النادي الأهلي أليو ديانج. أليو ديانج المالي عنده مزق في العضلة الخلفية بطول 1 سنتي. 1 سنتي دي عايزة لها مش أقل من أسبوعين لثلاث أسابيع عشان تلتئم ويبتدي يعمل عليها تقويات، وبالتالي الكفة متوازنة، أهم واحد من هنا غايب وأهم واحد من هنا غايب، لكن الفرقة دي والفرقة دي بتعج بالنجوم. نتكلم الأول على النادي الأهلي، أو أنا آسف نبدأ بالزمالك باعتبار الماتش ده بتاعه هو، لأن هو داخل كبطل للدوري وهو بطل للكاس، والأهلي داخل هذه المباراة كتاني الدوري وتاني الكاس، لأن هذا السوبر هو سوبر موسم 2021. وبالتالي هذا الموسم 2021 كان الزمالك بطل الدوري والأهلي الوصيف، والكاس اللي اتلعب أيضا بتاع 21 ده بطل الكاس هو الزمالك والوصيف هو النادي الأهلي. طبعا اللي أنا بقوله ده ما بيكررش كتير حقيقة، يعني إن الأهلي يبقى الوصيف دوري وكاس موسمين ورا بعض، أنا لا أتذكر وفقا لذاكرتي إن ده حصل موسمين ورا بعض يبقى الأهلي التاني هنا والتاني هنا، يعني ربما من 3 سنين ولا حاجة ولا حاجة زي كده، أو يعني الله أعلم مركز ثالث كمان السنة اللي فاتت ما كانش مركز تاني كمان الأهلي، يعني صعبة أوي الحكاية دي يعني، لكن ليها ظروفها. لكن نتمنى السنة دي تبقى منافسة قوية وحقيقية بين الكبيرين الأهلي والزمالك. بيراميدز كده شكله مش هينافس السنة دي، من يوم ما طلع يشتغل مركز ثالث والسنة اللي فاتت كان تاني، لكن السنة دي تعادلين ورا بعض في أسبوعين ورا بعض مع عرض ما يديكش إحساس بخطورة بيراميدز اللي احنا نعرفه، وبالتالي ربما لا يشارك في الثلاث مراكز الأولى والله أعلم. بعثة الزمالك وصلت بسلامة الله أول امبارح إلى دولة الإمارات لأبو ظبي العاصمة، نزلوا في العاصمة وحرصت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك على استقبال طبعا بعثة الفريق في مطار أبو ظبي. فيريرا اصطحب كل اللعيبة المقيدة في قائمة الفريق ما عدا الاثنين المصابين الونش وابراهيم نضاي. طبعا الونش بيعمل عملية ان شاء الله في ألمانيا، مليون سلام عليك يا ونش. وابراهيم نضاي عنده إصابة في العضلة الخلفية، ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لإيه الزمالك. طيب مين اللعيبة المسافرين؟ أخذ في حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم، وأخذ في الدفاع ابدأ النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد في الإمارات على كأس السوبر المحلي، ويعمل الأهلي في تحقيق اللقب 12 له في تاريخ بطولات كأس السوبر المحلي، ليواصل الابتعاد عن أقرب منافسي نادي الزمالك الذي يمتلك 4 ألقاب فقط في خزينته من السوبر المحلي. التالتة تبدأ، ويسعى الأهلي وقف خسائره في بطولة السوبر للعام التالي على التوالي، حيث خسر الأهلي آخر لقبين في السوبر المحلي. الأول كان أمام الزمالك 2018-2019 بركلات الترجيح، والثاني العام الماضي أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح أيضا.
ويغيب محمود عبد المنعم كهربا عن الأهلي في السوبر بسبب الإيقاف، ويغيب أيضا الثنائي محمد محمود وزياد طارق عن المباراة لأسباب فنية، حيث يخوض الثنائي تدريبات منفردة بقرار من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، ويستمر غياب عمار حمدي الذي يخضع للتأهيل بعد تماثله للشفاء من الإصابة في الرباط الصليبي التي تعرض لها في الموسم الماضي. وصلت منذ قليل بعثة النادي الأهلي إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استادها الزع بن زايد. وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري للفريق قد سافر إلى الإمارات أمس لوضع الترتيبات النهائية الخاصة باستقبال البعثة هناك. وفاز الأهلي على فريق أسوان بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة. ويخطط السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الاعتماد على ثنائية حمدي فتحي وعمرو السولية في خط وسط الفريق خلال مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك بعدما تأكد غياب المالي أليو ديانج عن المباراة. وغادر ديانج مباراة الأهلي وأسوان أول أمس الأحد للإصابة، حيث فشل في استكمال المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية لبطولة الدوري باستاد السلام، وحسم الأهلي بالفوز بهدف نظيف حمل توقيع علي معلول من ضربة جزاء. واعتمد كولر في المباريات الأربعة الرسمية التي خاضها الفريق هذا الموسم محليا وإفريقيا على ثنائية حمدي فتحي وديانج، فيما يشارك السولية بديلا، وبات من المؤكد أن يشارك حمدي والسولية في وسط الأهلي أمام الزمالك خلال المباراة المرتقبة التي ستقام بالإمارات. ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة من مساء الجمعة الموافق 28 أكتوبر الجاري باستاد الزع بن زايد، وتقوم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المحلي في السابعة مساء الجمعة باستاد الزع بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب الأهلي باعتباره وصيف بطولتي الدوري والكأس. وأيضا وصلت بعثة الزمالك إلى فندق الإقامة بمدينة العين استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل. ويرأس بعثة الفريق في الإمارات أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة، ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، يرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانونية. وكان الزمالك قد اختتم تدريباته مساء أمس بالقاهرة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء السوبر المصري المرتقب أمام الأهلي قبل السفر صباح اليوم إلى الإمارات. تشهد مباراة السوبر التي تجمع الزمالك والأهلي في السابعة يوم الجمعة المقبل اللجوء للوقت الإضافي ثم ضربات الترجيح في حالة انتهاء المباراة بالتعادل. تصدر المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي قائمة أغلى 9 لاعبين في القلعة الحمراء، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري والذي يجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل. وجاءت قائمة أغلى 9 لاعبين في الأهلي وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي الخاص بتحديد أسعار اللاعبين كالتالي: أليو ديانج 3,500,000 يورو، محمد الشناوي 3 مليون يورو، أفشة 2 مليون يورو، محمد شريف 2 مليون يورو، بيرسيتاو 2 مليون يورو، علي معلول 1,500,000 يورو، عمرو السوليه 1,500,000 يورو، محمد عبد المنعم 1,200,000 يورو، حمدي فتحي 1,200,000 يورو. وخاض الأهلي 4 مباريات رسمية في الموسم الجديد قبل اللعب أمام الزمالك في السوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات الجمعة المقبل. فاز الأهلي على اتحاد المنستيري ذهابا وإيابا في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز في الذهاب بهدف نظيف بتونس، وفي العودة بالقاهرة كرر الفوز بثلاثية نظيفة. وبدأ الأهلي مشواره المحلي ببطولة الدوري هذا الموسم بالفوز على الإسماعيلي وأسوان في الجولتين الأولى والثانية بنتيجة واحدة هي هدف نظيف. وبهذه النتيجة يكون الأهلي قد سجل 6 أهداف خلال 4 مباريات ولم تهتز شباكه في أي مباراة.